قلنا. السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في الفيديو. معكم زهرة كول وقصة جديدة. لأول مرة كيشوفني أنا بدر الدين من المغرب، كنقدم محتوى ديال القصص والنظريات والحقائق. كان كيعجبك النوع المحتوى اللي مهتم بك، كل ما عليك هو تشترك في لاشين عن طريق الضغط على زر السبسكرايب اللي كاين تحت الفيديو وتفعل الجرس باش فين ما حتي فيديو وصلك نتا الأول. والمناسبة بغيت نقول لكم بلي فتحت واحد الصفحة على الفيسبوك غادي نقلوح فيها تجارب علمية وبعض الاختراعات. إلا كان كيعجبك هذا النوع من الفيديوهات، كل ما عليك هو تتابع الصفحة وتعمل ليها جيم، وغادي نخلي لك الرابط ديالها اسفل الفيديو. من هنا لقدام اي قصه ان شاء الله غادي نديروها فلاشين، الا غادي نخلي لكم فيلم او مسلسل كيتعلق بالقصه. سو تاكد بلي راك مشترك فلاشين ومفعل الجرس وكمل الفيديو حتى الاخر، حقا غنخلي لك مسلسل وفيلم اليوم. نبداو. اوكي ندوزو القصه ديالنا. القصه ديال اليوم غادي تكون واحد القصه من واحد النوع اللي مختلف تماما على القصص اللي كندير. كتعرفوا كاملين بلي كندير قصص ديال الرعب والغموض والاثاره، اما هذه القصه ديال اليوم غادي تكون قصه من نوعيه هروب من السجن. كتعرفوا كاملين بلي هذا النوع من القصص كيجيب المشاهدات وكيبغيه المشاهد. سو من هنا الشهرين ان شاء الله وكل 3 اشهر او شهرين غادي نبقى نحط قصه ديال الهروب من السجن. خواكين غوزمان لوبيرا المشهور باسم إل تشابو هو تاجر مخدرات مكسيكي والرئيس السابق ديال كارتل سيلانوا، وهذه الأخيرة هي منظمة دولية لتهريب المخدرات وإدارة الجريمة المنظمة. إل تشابو كان الرئيس السابق ديال هذه المنظمة، هادشي كيعني بأن إل تشابو ماشي أي تاجر مخدرات عادي، بل أنه قوي وغني وخطير جدا. هادشي كامل خلاه يكون هو أقوى تاجر مخدرات في المكسيك سنة 2003، وماشي غير هادشي بل أنه تصنف من خلال مجلة الفوربس 3 سنوات على التوالي 2009 و 2010 و 2011 بأنه من أقوى الرجال حول العالم، وتصنف بأنه ثاني أقوى رجل في المكسيك. ملي كنقولوا ثاني أقوى رجل في المكسيك كنعنيو الفلوس. تصوروا شكون هو الأول. الأول صاحب شركة اتصالات، أي أن التشابو ثروته تعادل أقوى رجل في المكسيك. وقدرات الدي اي اي اللي هي إدارة مكافحة المخدرات بأن الثروة ديال إل تشابو كتعادل تقريبا الثروة ديال بابلو إسكوبار. بسبب النشاطات اللي كيدير إل تشابو تشد في الحبس سنة 1993، التهمة اللي تشد بها هي القتل والتجارة في المخدرات. إل تشابو بعد ما دخل الحبس قدر أنه يهرب منه، وماشي أي حبس عادي بل حبس فيدرالي. كنقولوا حبس فيدرالي أي أنه حبس قوي بزاف. قدر يهرب عن طريق رشوة الحراس ديال السجن. بعد ما هرب إل تشابو من الحبس عرضت الحكومة الأمريكية 5 ملايين دولار على أي معلومة تقودنا للمجرم. 5 ملايين دولار كتساوي تقريبا 5 ملايير سنتيم مغربية. وبالفعل في 22 فبراير 2014 تم الاعتقال ديالو بعد ما شي واحد وصل لهم معلومة. بعد ما شدو إل تشابو داوه رحلوه لسجن آخر، وهذا السجن تاهو في المكسيك. هنا في هاد النقطة بالذات غادي تبدا الرحلة ديال إل تشابو باش يهرب عاوتاني من الحبس. السجن اللي مشى ليه إل تشابو هاد المرة ماشي سجن فيدرالي كيف ما اللي كان قبل. هاد السجن هذا هو سجن التيبلانو. هاد السجن مشهور عالميا بأنه من أقوى السجون في العالم، والسبب هو أنه أي واحد دخل ليه ما عمره هرب منه. اللي دخل ليه ما كيخرج حتى كيقضي المدة ديالو اللي محكوم عليه بها. بالإضافة إلى أن هاد السجن سيكوريزي بزاف، تصور باللي الكاميرات ديالو كتصور 24 ساعة على 24 ساعة في كل زنزانة. كاميرا كتشد كاع البلايص، ما كتخليه حتى شي بلايص ما مشدوداش. الكاميرا ديال الزنزانه ما كتشدش بلاصه وحده فقط في وسط الزنزانه وهي المرحاض، وما تسمعوش شي مرحاض كتسحب لي مرحاض بحال ديالك انت مثلا. هو غير حيط في واحد نص متر ولا متر كيخلي الانسان مدرك من تحت بسبب الخصوصيه، وكيخليك تبان من الفوق. اي ان بخلاصه هو هذا السجن هذا مستحيل انك حتى الفكره ديالك انك تهرب منه ما طيحش لك في راسك. هادشي من الداخل. دابا اجي نشوفوا الموقع ديال السجن. من برا ديال السجن، السجن كاين فواحد البلاصه اللي غير الخلا، اراضي شاسعه في وسط الصحراء كاع. وهاد السجن حداه قاعده عسكريه، اي انك واخا تهرب شحال قدك تجري في الصحراء بوحدك، شحال ما غاديش تقدر ويقدروا يسيروا فيك، وفي الاخير غادي تشد عاوتاني. سو باش تهرب من سجن من برا مستحيل، خاصك تجيب فاست اند فيريوس ويهربوه. إل تشابو مازال في الحبس وخاصو يهرب،
وهو ما يمكنش ليه يهرب بوحده. سو كي غادي يدير؟ التشابو هو تاجر مخدرات مشهور، وهو اكبر تاجر مخدرات في المكسيك. سو غادي تكون عنده اي هذه عصابه. تصور بلي تيقولوا العصابه ديال التشابو كتعادل افرادا واسلحه كتعادل الجيش ديال المكسيك كامل. الضفاق. المهم التشابو ممكنش ليه يتواصل مع العصابه ديالو، نظرا لان الاتصالات ديال التشابو والزوار اللي كيجيو عنده تيكون محظيين ومحروسين وكيتصنتوا على الهضره اللي كيقولوا، فانه مستحيل انه يتواصل مع احد العصابه ديالو غادي يقول ليه بلي باغي نهرب. ولكن مع ذلك فهما تيكونوا ديجا حاطين خطه بديله الى تشد التشابو خاص العصابه ديالو تخرج. اوكي دابا شنو هي الخطه اللي غادي دير العصابه ديال التشابو باش تخرج الرئيس ديالها؟ صراحه هاد الخطه اللي دارو جهنمي واحد الدرجه اللي بزاف. اول حاجه دارت العصابه ديال التشابو هي انها مشات شرات واحد البقعه اللي بعيده على السجن، بقعه ارضيه، ونادو طلعوا الحيوطه، داروا الشراجم، بناوا الضاله، خلوها فقط دار صغيره، المهم فيها الجزء الاول ديال البناء وما كملوهاش. هادشي كامل هاد الدار لاش غادي تكون بحال قلتي صندوق غادي يغطي ليهم العمليه ديال الهروب. وشنو هي الخطه ديالهم؟ الخطه ديالهم هما انهم غادي يحفروا نفق من الدار اللي بناو حتى للسجن باش يهربوا الرئيس ديالهم. المشكل اللي كاين هو ان هاد الدار اللي شراو بعيده على الحبس بشحال، بكيلومتر ونص، وكيلومتر ونص وتبدا تحفر في النفق ماشي سهله وصعيبه بزاف. ودابا شنو هما المشاكل اللي غادي يواجهوهم؟ اول حاجه الطول ديال النفق، الطول ديال النفق كيلومتر ونص. ثاني حاجه هو ان داك النفق خاصك تحفرو بمعدات بدائيه، حقاش اللي داروا الحفار الكهربائي الناس غادي يكونوا دايزين بحدا الدار ولا شي حاجه غادي يسمعوا الصداع وغادي يعيقوا بهم. ثالث حاجه اللي كتبان ليا هي انها صعيبه بزاف هي انهم النفق خاصو يخرج في المرحاض اللي كاين في الزنزانه اللي كاين في الحبس اللي في التشابو. صراحه مهمه مستحيله، ولكن واش غادي يقدروا يديروها ولا لا؟ رجعوا دابا للدار ديالهم اللي كيديروا فيه العمليه ديال الهروب، خاصهم يحفروا النفق، يحفروا النفق اللي العمق ديالو هو 10 الامتار، وهما كيحفروا في النفق كيهبطوا فواحد الدعامات خشبيه. السبب هو انه باش ما يريبش عليهم داك النفق، وهادشي بزاف كتشوفوه في العمال ديال المناجم، كتلقى بلي كيحفروا المناجم وفي نفس الوقت كيديروا الخشب. السبب هو باش ما يريبش عليهم التراب والحجر ويخرب لهم العمليه ديال الهروب. وهما كيحفروا وكيجروا معاهم فواحد السلوكه، سلوكه ديال الضوء. هاد السلوكه الدور ديالهم هو الاناره، اي انهم كيحفروا ومشعلين ضوا في وسط الظلمه. والسبب الثاني هو السكه. كيفاش اش دير سكه وسط النفق ديال الهروب؟ سكه اللي لاصق فيها نص موتور، وداك النص الاخر ديال الموتور لاصق فيه واحد الصنادق بحال ديال العمال المناجم اللي كيخرجوا فيهم التراب. داك الموتور كيسوقو وكيخرجوا به التراب، وفي نفس الوقت هو اللي غادي يهربوا به التشاب. وهما كينفذوا في العمليه ديال الهروب واجهتهم المشكله الرابعه تقريبا. الرابعه، المشكله الرابعه هي التراب. التراب ديال الارض كيف ما كتعرفوا كامل كيكون احمر اكثر من التراب ديال الفوق. سو الا لاحوا التراب برا غادي يعرفوا الناس بلي هادو كيحفروا وهما بناو دار، اش علاقه الحفير بالدار؟ سو غادي يعيقوا بهم. الفكره اللي طاحت عليهم ما كيساليوش معايا، الفكره اللي طاحت عليهم هو انهم غادي يديروا اسطبل ديال الخيول. كيف ما كتعرفوا بلي الخيل فاش المهم تقلب التراب وتولي احمر، والتراب اللي كيديروا ليه كيكون تراب احمر. سو اي واحد تاي يشوف اسطبل ديال الخيول عادي وغادي يدوز. المهم غادي يكونوا تحلوا من المشكل الرابع. 12 يوليوز 2015، النهار اللي غادي يهرب فيه التشابو. التشابو فهاد الوقيته كان ناعس في البيت ديالو في الزنزانه ديالو، وغادي نجيب لكم الفيديو الحصري اللي غادي تشوفي فيه التشابو كيهرب. المهم هو هذا، عيط عليه واحد الصوت من المرحاض، هبط للمرحاض، لقى المرحاض متقوبه، هبط فيها، طاروا بالموتور. مع طلعوا من الدار بدل حوايجو باش حتى حد ما يشوفو بالحوايج ديال السجن وما يهربوا. هاد الوقيته هنا الحكومه ديال المكسيك حتى هي ما رضاتش، وبحال تشوهات للصوره ديالها امام الحكومه ديال البلدان الاخرين. فهاد الوقيته الحكومه كتقلب عليه بالقوه ديالها كامله. الحكومه المكسيكيه في الاثناء وصلت واحد التبرقيقه بلي التشابو كاين في الدار. وبالفعل الحكومه المكسيكيه وجدت فرقه للتدخل السريع باش يقتحموا ديك الدار ويشدوا التشابو اللي هارب من الحبس. الشرطه فرقعت الباب ديال الدار اللي فيها التشابو، وبالفعل دخلوا، ولكن ملي دخلوا لقاو العصابه ديال التشابو كامله كاينه في ديك الدار. شديتي واحد عطيتي السلاح وواحد عطيتي السلاح وما كيتحاملوش مع بعضياتهم، اش غادي يوقع؟ مذبحه. وفي الاخير
ربحوا الصوات ولا فرقة تدخل سريع لأنهم كانوا جايين موجودين كثر. بعد ما البوليس تغلبوا على العصابة ديال التشابو كيقلبوا على التشابو ما لقاوش التشابو ما كاينش ليه لاثار. السبب هو انه عنده واحد المدخل سري خرج منه من ديك الدار. فاي تاجر مخدرات لا اي مشهور تيكون عنده واحد المدخل سري، لو وقع شي حريق ولا وقع شي حد بغى يقتلو مثلا شي حاجه كيلقى واحد المدخل سري كيهرب. والمدخل السري ديال التشابو هو كاين في الحمام، كاين في الحمام. المهم التشابو مع خرج هو البوديغارد ديالو هاربين ما موجدينش الطوموبيل، شفروا لواحد الطوموبيل، مع شفروا ليه الطوموبيل داك خونا اتصل بالشرطه قال لهم بلي راه واحد المجرم شفر ليه الطوموبيل. ديك الساعه مركز الشرطه صيفط البوليس باش يمشيو يشدوه، وبالفعل شدوه. بينما البوليس شادين التشابو كيسمعوا واحد الصوت، واحد الصوت بحال ديال الغوات بحال ديال لومبيلونس. طلعوا من الشرج لقاو بلي الجيش المكسيكي كامل جاي باش يشد التشابو، ما جايش البوليس، جاي الجيش باش تعرفوا بلي التشابو بلي راه شي حاجه خطيره، وعارفين بلي عنده ديك العصابه تقدر في اي لحظه تدخل على ود الرجل ديالها. المهم جا الجيش خد التشابو داوه، هاد المره ما خلاوش المكسيك، طيروه الامريكان وحكموا عليه بالمؤبد الى يومنا هذا. المهم سالات القصة ديال التشابو كنتمنى كاملين تعجبكم. حنا 1700 شخص في لاشين، وصلنا الفيديو على 100 لايك اوكي، وبارطاجي الفيديو مع صحابك. وقلت لك بلي غادي نخلي لك فيلم ولا مسلسل في الاخر ديال الحلقه. تصور بلي هاد الاحداث كاملين اللي وقعوا التشابو خلات شركه انتاج اللي هي نتفليكس دير مسلسل كامل على الحياه ديال التشابو اللي هو هذا، ولا ما عرفتش انا نحطه في المونتاج. المهم تفرجوا فيه. اما المسلسل الاخر اللي غادي ننصحكم به اللي هو مسلسل اللي مشهور بزاف، مسلسل بريزون بريك. هذا المسلسل تفرجت فيه انا شحال هذه، واحد المسلسل اللي واعر. القصه ديالو هو ان جوج خوت واحد فيهم دخل الحبس ظلما والاخر غادي يدخل الحبس حتى هو باش يحاول يخرجو. سو هنا الاحداث كتطور وكتولي شي حوايج اللي واعرين. المهم هنا سال الفيديو ديالنا، كيف ما قلت لكم ما تنساوش الباج ديالي في فيسبوك لايكي وتابعوا داك التخرع كامل. جيم دابا الفيديو واشترك فلاش الا ما كنتيش مشترك. كان معك زيرو كل اخونا، السلام عليكم.